موضوع اليوم هو قديم جديد، قديم إن نحن أخذناه من زاوية أن نردد كلمة بسيطة دون أن ندري أبعادها، وأن نقول راه فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء. وفي العلوم السياسية الأمور كتخدش بالطريقة، الأمور في العلوم السياسية كتقول أولا أن كل قرار تسبقه إرهاصات، وكل قرار تتلوه تبعات. المغربي منا اليوم السؤال دائما اللي كيطرح هو أي دولة اعترفت بمغربية الصحراء، أي دولة حلت قنصلية ديالها الأقاليم الجنوبية، أي دولة سحبت الاعتراف ديالها بالجمهورية الصحراوية. كنقولوا هذه نقطة إضافية تنضاف لمسار الإنجازات ديالنا في مجال الدبلوماسي. ولكن السؤال الذي يؤرق بأنه بالمسيرة الخضراء إلى السنة المقبلة غادي نكون دوزنا نصف قرن وهذه القضية تراوح مكانها. غادي يكون السؤال واش هذا الموقف سيكون له ما بعده، وشنا هي الآثار ديالو، واش ما علاقته وش من اللي كيميزو على باقي القرارات الأخرى. نبدأ أولا نشخصو شكون هي هاد فرنسا. فرنسا هي المستعمرة السابقة للمغرب، ولهذه المنطقة بالضبط، ولها يد في كل ما حدث بعد انسحابها وانسحاب إسبانيا. لها يد لأنها هي التي خلقت المشاكل الحدودية بيننا وبين الجزائر، وعندما قامت الحرب كانت إلى صف المغربي ضد الجزائر. هذا يبين شكلا من أشكال التناقض اللي كان في الموقف الفرنسي على طول 50 سنة الماضية. واش اليوم الموقف الفرنسي يتجه نحو التصحيح هذا الشيء كامل اللي فات، أو أنه هو أيضا جابته ظرفية اللي حنحاولوا نفصلوا فيها شوية باش نفهم. أولا أشنا هو الموقف الفرنسي السابق؟ هو السؤال الأول. السنوات كلها فرنسا أخذت الحياد في ملف الصحراء، هذا هو الموقف الرسمي المعلن، الحياد. ولكن في المقابل منذ ظهور نظام الحكم الذاتي، وهي تصفه كما يصفه كثير من الدول بأنه بالجاد والقابل للتطبيق، وفي نفس الوقت تعرقل أي خطوة يمكن للطرفين أن تحقق لأحدهما خطوة إيجابية على حساب الآخر، فهو حياد بلا حياد. وأن يبقى المشكل دائما عالق لأنها هي تقتات من هذا من هذا الميل. إذن ماذا حدث اليوم؟ اليوم فرنسا جاءت بموقف متقدم على الموقف الإسباني، فإسبانيا قالت بمصداقية الحكم الذاتي. فرنسا اليوم كتقول الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، هذه الجملة الأخرى في إطار السيادة المغربية. هل السيادة في القانون الدولي كتعني مغربية الصحراء؟ خصنا نفهموا أولا أن هذا المفهوم ديال مغربية الصحراء غير وارد مطلقا، ما عنده جدع لغوي وما عنده تفسير. مغربنا كله مغربي، ما يمكنش الصحراء تكون مغربية وما تكونش الريف مغربية وما تكونش أكادير مغربية. فهذا المصطلح هذا هو لا يجد له مكان، وبالتالي كنقول أنه السيادة المغربية. طيب عقلتم اللي كنا كنقولوا الاستفتاء وزنا ليه التأكيد، كنا كنقولوا الاستفتاء ورجعنا كنقولوا الاستفتاء التأكيد. فرق بين إلا بغيتي الاستفتاء وبين إلا بغيتي الاستفتاء خصيصا لتأكيد مغربية الصحراء وكتقول أنه وراء كاين. دابا فرنسا تقريبا عندها نفس الموقف، عندها كان عندها الحكم الذاتي، اليوم كتقول الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. هاي إلا قالت استفتاء باش نتميز الموقف الإسباني قبل منها، ولكن دابا ولكن محصور فقط في الحكم الذاتي، هو أنكم خصكم تعرفوا أنه إسبانيا قبل ما تخرج في 75 74 دارت اللوائح وبدات تبغى دير استفتاء هي تقرير المصير في المنطقة. والمطلب اللي كان من 81 فاش عطات فاش قبل به المغرب اللي هو الاستفتاء بقى مستمر، فإسبانيا منسجمة مع نفسها.
كانت غادي دير الاستفتاء في المنطقة، واليوم كتدافع على أنه دار الاستفتاء. يتغير الموقف ديالها من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي، أعطاه قيمة كبر من مثلا من الموقف الفرنسي. فكل حاجة من أشمن زاوية مناش 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 كتشاف. شنو هما العوامل دابا؟ شنو العوامل التي أدت إلى الاعتراف الفرنسي بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية؟ هي الجملة الصحيحة. وفي الحقيقة كاينين عدة عوامل. غادي نمشيو للعامل الخارجي. فرنسا تدرك أنه في الوقت اللي المغرب يطلبها أنها تأخذ موقف صريح تجاه القضية الوطنية، ما وقفش عند هذا الحد، فبحث له عن حلفاء آخرين لديهم العضوية الدائمة في الأمم المتحدة. استطعنا نشلو الموقف الروسي ويبقى في خانة الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة، ولكن في المقابل الصحافة الروسية كلها كتقول بمغربية الصحافة روسيا موقفها باين. المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي وخلات الزعامة الفرنسا كتقول لها زعمتي في أوروبا، أصبحت لها مواقف تتجه أيضا في اتجاه إقرار الحكم الذاتي، إن لم نقول قد تتجه في الشهور القادمة إلى الاعتراف المباشر بالحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع. إذن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الموقف ديالها، الصين عندها أيضا الموقف ديال الحياد، والجزائر كتشتكي دائما كتقول أن راه الصينيين راه كيقولوا بمغربية الصحراء ولكن ما كيصرحوش بها، راه في السر كيقولوا ولكن ما كيصرحوش بها. وغادي نجي لكم نشرح لكم واحد الحاجة مهمة. شنو هي هذه؟ واحد يومين المملكة المتحدة اجتمعت مع الصين، فأعلنت الصين أنها كتدعم طريق الحرير لوسط الصين. طريق الحرير خصكم تعرفوا أن أول دولة في 2014 ولا 2015 اللي انخرطت فيه، وأول دولة إفريقية، أول دولة إفريقية وعربية انخرطت فيه كان هو المغرب. فالمغرب انخرط مع الصين، والصين دخلت إلى المغرب تستثمر. ملي كتشوف هذه الدول كلها اللي هي صاحبة القرار في الأمم المتحدة كتقول على أنه صافي، إذا صافاش بقى لنا، ما بقى لنا والو، راه خمسة الدول الحاكمة اللي كتحكم في العالم راه أقرت ما أقرت. فهذا هو اعتبار خارجي، ولكن كاين واحد الاعتبار الداخلي. الإخوان هنا اللي كيفهموا شوية في الشأن الفرنسي الداخلي كيفهموا أن ماكرون ماكر، ماكرون جاء صاغرا فيقول هذا الموقف هذا ما قالوش إلا بعد أن أدرك أن ما يحدث الآن بعد الانتخابات في فرنسا أعطتنا ما يلي: قوة اليسار وهي معترفة مغربية الصحراء، قوة اليمين وهي معترفة مغربية الصحراء، بقى ليه هو الحزب الجمهوري اللي كاين في الوسط، ما عندوش شي خيار آخر، لأن اللي غيحكم غدا غيكون يا هادو يا هو مع اليسار. إذا شنو خصو يدير؟ دار عملية استباقية، فأصبحت فرنسا كلها اليوم، هذه هي القوة دابا الموقف الفرنسي، أصبحت كلها جبهة داخلية واحدة. داكشي علاش كتغوت الجزائر كتقول لهم دابا بغيتو تقولوا لنا أن الموقف الفرنسي مطابق للموقف المغربي، لأن صافي، لأن جميع الحساسيات اللي كاينة داخل فرنسا تتبنى الموقف ديال 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 الحكم الذاتي. فهذا العامل داخلي جد مهم. كاين العامل الاقتصادي. المغرب طريقة باش عقلتو قلتها هنا في آخر عرض، الحسن الثاني تميز عليه محمد السادس أنه ملي مشى للصحراء ما مشاش بالفولكلور، ما مشاش فقط ديك عاش الملك والحفلات إلى آخره. الملك نهار حط رجليه في الصحراء بدا في المشاريع وفي الاقتصاد. أصبحت منطقة الصحراء منطقة جاذبة للاستثمار الدولي. هذا الاستثمار الدولي الآن فيه
الصين داخلة، فيه إسبانيا ها هي داخلة، فيها بريطانيا ها هي داخلة، يعني العالم كله حط فيها تل طاقة المتجددة داخلة فيها روسيا التاهية. كيعطينا هذا الوضع انه فرنسا لا خيار لها، وباللغه ديال الراديات كتهضر بالراديو المغرب، لا بد ان يكون لها نصيب من الكعكه. هذا المنطق الفرنسي، ما يمكنش تشوف الناس جايين دول داخله المنطقه وكتستفد، وهي اللي كتفرج وهي كتعتبر راسها راه هي اللي معنيه كتخرج كاع ماشي كتدخل. اذا ف من مصلحتها انها تخرج. كيروجوا بعض الكلام لان هذا حتى هذا القرار المرات حنا المغاربه كنشوشوا عليه باننا كنقزموه. مثلا البارح تم اعلان على انه الصفقه ديال التيجير اللي غادي توصل بخط سريع مشات غتوصل لمراكش، شدتها شركه فرنسيه. بداو الناس كيقولوا حكا هذا راه كيتخلصوا من الموقف، ولكن باش ما تغلطوش رؤوسكم وتغلطوا الناس، خصكم تعرفوا ان الشركه المنافسه كانت اسبانيا. وإلا كان هذا المنطق العلاقات الدوليه كيتحكم هكذا، راه دي اسبانيا مثل ما لفرنسا. اذا فاش ما ناخذوش الامر بهذا الزاويه. الجانب الاقتصادي الاخر اللي تصرف عليه البنك، ما تنساوش ان اتفاقيه الصيد البحري راه باقي لا زالت متوقفه. فرنسا مسؤوليتها في الاتحاد الاوروبي خصها تدفع في اتجاه ان ديك الاتفاقيه خصها تتم، وهي اللي كانت كتدفع بها كاع في السنوات اللي فاتت. خصنا ندفعوا في اتجاه ديال انه اليوم اسبانيا وفرنسا والمانيا ثلاثه بهم غيديروا ضغط على اساس ان الاتفاقيه انها تجدد، وانا اتنبا على انها ستجدد قريبا، ليس بالموقف الفرنسي ولكن بالحيثيات المحيطه بالجيوستراتيجيه في المنطقه. واجمل ما كاين في هذه الاتفاقيه الاخيره هي انها اقرت في بنودها ان الفلوس اللي كيدخل واحد الجزء منهم كيمشي للتنميه في الصحراء، وكيتعطى الرابور للاتحاد الاوروبي ديال ما انجز، وهذا في صالح البنيه التحتيه والتنميه في الاقاليم الجنوبيه. الاخوان المنظمين اذا طولت علموني. غادي نجيو للعامل الاخر، هو العامل الافريقي. اليوم روسيا راه بدات تتوسع في افريقيا، وعندها حليف حتى تحت الطاوله اللي هو المغرب، لان المغرب بيتراسو في افريقيا. ليس من صالح فرنسا ان تنظر الى المغرب وهو يتوسع في افريقيا، وكاين واحد حاله انحباس فرنسي مقابل انتشار مغربي. هذا الموقف من شانه انه غيغير بزاف ديال الامور في التعامل ديال بعض الدول مع فرنسا من خلال المعاملات التجاريه ديالها مع المغرب. وممكن ان تستفيد الكثير من الشركات الفرنسيه عن طريق قنوات المغرب لان تمتد الى 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 افريقيا. ما كيديرونا بالفرنسيه في الامتداد ديالنا في اسرائيل الى اخره، هذا موضوع اخر. غادي نجيو قيمة القرار اليوم، ماذا سيأتي بعده؟ أول حاجة كنشوف المحيط ديالنا ماذا فيه. المحيط ديالنا فيه دولة أيضا تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، ولكنها تتخذ موقف الحياد اللي هي موريتانيا. وإذا كاينين شي دولة ولا منظمة كيتساهل معها المغرب في الموقف من الصحراء، فهي حماس وموريتانيا.
علاش؟ لانه قضيه فلسطينيه اكبر من حماس، والمغرب منخرط وقضيه فلسطينيه ما منخرطش في غزه ولا منخرط مع حماس. فبالتالي مهما جلس مرحوم هنيه رحمه الله عليه الزعيم ديال البوليزاريو داخل، هذاك الشيء لا يؤثر كثيرا على المغرب، لانه يرى على ان القضيه الفلسطينيه اهم من ليس من القضيه الوطنيه، ولكن اهم من ان اغتزلها في 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 حماس. هذا سناخذوه بعين الاعتبار ونجيو لموريتانيا. موريتانيا كما قلت اعترفت بالجمهوريه العربيه الصحراويه. اعتراف موريتانيا بالجمهوريه العربيه الصحراويه ما هوش اعتراف ديال موازين القوى، هو اعتراف ديال مرحله تاريخيه تفك المشكل، مرحله تاريخيه كانت فرضت لنا انه رخص موريتانيا تعترف بالبوليزاريو. هل الان اعتراف الجزائر بالجمهوريه العربيه الصحراويه واعتراف موريتانيا بالجمهوريه العربيه الصحراويه نضعهم في نفس الميزان؟ لا، ما نضعهم في نفس الميزان. الاخرى خذت الحياد، والاخرى ماشي معترفه بالجمهوريه العربيه الصحراويه، لا تعير اهتماما الجمهوريه العربيه الصحراويه. اليوم جميع القنوات الدوليه، هذا اسبوع حنا متابعين ما يحدث، الجزائر هي اللي كتهضر، الجمهوريه ما كيهضروا كاع، ما كاينش. هما اللي كيهضروا دايرين ندوى صحفيه ديال وزير الخارجيه وغادي. علاش؟ لان بالنسبه لهم الموقف الفرنسي سيجر معه كثيرا من المواقف. موريتانيا لن تستطيع ان تقف ايضا مكتوفه الايدي بعد الموقف الفرنسي، ويجب ان تقوم بخطوه، اقل هذه الخطوات ان تخرج من الحياد الى مرحله الاعتراف غير بالحكم الذاتي. ما تقولش كاع هي في اطار السياده المغربيه، غير الحكم الذاتي انها تكون منخرطه فيه، وهذا بالنسبه لنا سيكون مكسبا كبيرا. نجانا الله من سمعته رحمه الله عليه وخالد العاتو موتى بالنعوت في ليبيا، وجا واحد كفس منه في تونس، وما على المغرب الا انه يكون عنده شويه ديال الصبر ويتحمل العيب ديال الرئيس ديال تونس. واعتقد انه الى كرشو هي اللي خلاته يتخذ الموقف ضد المغرب، راه كرشو صار نهار كاين في فرنسا ماشي في الجزائر. وبالتالي اتنبأ ايضا ان الموقف سيعرف تغييرا، ان لم يكن في شهور غادي يكون في السنوات المقبله. هذا في الاطار العام. انا ما عرفتش شنو اللي ما بغيتش ننسى شي حاجه. الناس اللي عزيز عليهم شويه الخبيرات عاود شويه، حتى هاد القرار الفرنسي فيه شويه لمسه نسائيه، لمسه نسائيه. كنعرفوا الزياره ديال الزوجه ديال ماكرون للاميرات اخوات محمد السادس، هذه الدبلوماسيه الناعمه اللي كيكون راه الناس ما جاوش يتصوروا اللي يديو الهدايا، راه الناس جاو كيشوفوا الابعاد ديال العلاقات. لانه ماكرون مع الفرنسيين سون كونسا ما دير لهم، لان ماكرون يعرف انه قريب ان يغادر قصر الاليزي، وشاف العلاقات ديال الرؤساء الفرنسيين السابقين مع المغرب كيفاش دايره، وراه ما يمكنش هو يخرج عفوا السابق، وما يمكنش هو يجي يخرج من النافذه، وهذا الجحد اللي كاين مع المغرب يستمر ويخرج، فيبحث لنفسه ايضا على مكاسب. السياسه الفرنسيه معروف، ولكن كاينه واحد الخطوه اخرى دارها المغرب. بعض المرات كتجيب للناس السيد عنده ثقافتكم، كيتكلم بلغتكم، عارف الخبايا ديالكم، وكانت هي سفيرة المغرب في فرنسا اللي هي سميرة سطايب، اللي غازت الإعلام الفرنسي ومشات أبعد، لدرجة أنه راه ما كانش كيلقاو علاش يهضروا إلا غير هاد الصحفيين دابا اللي تطلق سراحهم، واللي بغى يربطها بالصحراء يربطها بها، يربطها بالموقف يربطها بها. غير أنا كنقول في التراتبية ديال الأحداث كتعطي هادشي حاجة اللي تشلل بها فمك خذها، ولكن أنا كنقول اللمسة النسائية في هاد الزيارة ديال الزوجة ديال ماكرون
وفي العمل الكبير اللي كتديروا سميرة السطايب في الدبلوماسية المغربية على مستوى فرنسا، ولاحظتوا كيفاش كان الحضور ديالها كبير جدا في الحادثة في الأحداث اللي صاحبت الزلزال ديال 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 الحوز وترودانت. إذا أنا أعتقد على أنه ما سيأتي فيما بعد هو الذي هو مهم. فرنسا مطالبة أن تبعث برسائل إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشرح موقفها وتسجله في محضر للأمم المتحدة. هذا سلوك دبلوماسي كيدير هي يجب أن تقدم عليه. المغرب أقدم على خطوة أهم، وهي أن الرسالة الجوابية اللي دارها محمد السادس إلى الرئيس ماكرون ختمها بتوجيه دعوة رسمية لزيارة المغرب. هذه الدعوة لن تكون فولكلورية ولن تكون فقط لرمزيات سياسية، هذه الدعوة ستتجه نحو إعلان مبادئ ديال خريطة الطريق ديال كيفاش ندبروا المرحلة المقبلة. فرنسا تدرك أن المغرب غادي بواحد القطار السريع، تدرك أنه سلتت لها كأس العالم والمغرب خلق تحالفات جديدة مع البرتغال ومع إسبانيا، يدرك على أنه الصفقات كلها اللي كتدار في الصحراء اليوم راه شركات جايين لها، وراه إلا كنتو كتبعوا المقالات فاش نشرت كاع داك الزوبعة اللي دارت على على على, على الوزيرة والقبلة ديال باريس إلى آخره، فقط لأن هذاك السيد عنده صاحب، هو صاحب شركة اللي مشات غتستثمر في الصحراء. وبالنسبة لسميتو البوليزاريو داروا بلاغ على أن ما عندهمش الحق أنكم تستثمروا الصحراء اللي فيها نزاع، ومشاو داروا هذاك الكومونتي اللي ما صدقش ليهم باش يقولوا أنه كاين تبادل مصالح أو تبادل منافع. كاين مغاربة ديال النعاج هما اللي حاضروا الخدمة في الحكومة يكتبوا راه يا سيدي راه كاين تضارب مصالح في حين أن هذا كل شيء الدار على ديك السيدة، لأن الطاقات المتجددة دخلت ليها داك السيد في الشركة ديالو الصحراء، وهذا الشيء ما بغاتوش الجزائر وما بغاوش سميتو. واللي قال لي ديك الصوره حقيقه نقول له جبدي منها ثلاثه ولا اربعه من جهات مختلفه غتبين لنا واش السيد هو ولا السيده واش هي. فهادشي جبتو فقط باش نقول ان هاد المناوشات للتوضيح وهذا مهم، وفي نفس الوقت ناكدوا على ان الخطوات المقبله باش نخلي السباعي باش حتى هو يتكلم. انا كنقول ان الخطوات المقبله هاد المراسله اللي خصها تجي، الزياره الرسميه اللي غادي تكون، ثم الحلف الفرنسي اللي المستعمرات ديالو سيتجه نحو على الاقل تبني نفس الموقف، وهذا سيؤدي الى تغيير مستقبلا الموقف على مستوى الامم المتحده. استسمح ان اطول، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.